صباح الخير، اهلا بكل مشاهدينا. يوم جديد من ايامنا في 10 الصبح، يا رب يكون مليان بالحب والتفاؤل والامل ان شاء الله. حلقه جميله من 10 الصبح. صباح الخير. صباح الخير يا هند. البلد طبعا فيها حركه كتير سياسيا طبعا واقتصاديا. احنا عارفين النهارده الرئيس السيسي طلع ايطاليا في اول رحله لاوروبا في الرحله الاسبوع ده، وهتبقى بعدها فرنسا كمان. صحيح. طبعا الزيارة الخارجية للسيد الرئيس لها أهمية كبيرة جدا. أولا إيطاليا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وزيارته لأوروبا طبعا طالعين بشكل كبير جدا للسياسة الخارجية المصرية. في نفس الوقت احنا بنتكلم على انه ده هيقوي بشكل كبير جدا ان شاء الله العلاقات الاقتصادية، وخاصة انه في نص شهر 3 القادم هيبقى عندنا مؤتمر عالمي اقتصادي ان شاء الله، يعني متوقع المردود بتاعه يبقى كبير جدا بالنسبة للاقتصاد المصري. إيطاليا أكبر دولة ليها علاقات اقتصادية مع مصر في أوروبا كلها، يعني هي ليها قوة كبيرة تجاريا، أكتر دولة ليها علاقات تجارية مع مصر، وبالتالي هي مهمة. بعد ما يخلص إيطاليا وفرنسا هيطلع على الصين. الصين طبعا قوة اقتصادية ضخمة جدا عالميا دلوقتي، وخلاص قربت من أمريكا وهتاخد أمريكا اقتصاديا قريب، ففي زيارة مهمة جدا للصين بعد كده. والنهاردة ومبارح كان في مؤتمر مهم برضو للاستثمارات العربية، حوالي 1000 مستثمر عربي موجودين هنا في القاهرة مبارح والنهاردة في مؤتمر كبير لمحاولة ان هم يجذبوا الاستثمارات العربية لمصر، والتجهيز للمؤتمر الاقتصادي القمة الاقتصادية اللي هتكون في مارس الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. كل دي خطوات إيجابية جدا بالنسبة لمستقبلنا. كل ده بيقول ان المستقبل لينا بإذن الله، المستقبل للمصريين ان شاء الله. بنتوقع ان الفترة القادمة يبقى فيها عدد كبير جدا من الاستثمارات اللي هتفيد مصر، وهتفيد طبعا بالتالي الشعب المصري، لانه هيبقى فيه فرص عمل كبيرة جدا للشباب، وان شاء الله ده طبعا هيحسن من الوضع العام في مصر بشكل او بآخر. زي ما بنقول مصر جميلة والحمد لله. الخطى الخارجية هي منتظمة، ويعني كثير جدا من الخبراء والسياسيين شايفين ان الخطوات خارج مصر او السياسة الخارجية لمصر في أزهى حالتها في الفترة الحالية اللي احنا بنعيشها، وده تدعيم بشكل كبير جدا لأهمية مصر الاستراتيجية. ده بالنسبة للسياسة. على الصعيد الآخر بنحتفل بكرة باليوم العالمي للعنف ضد المرأة، ودي نقطة مهمة جدا لازم كمان نتكلم فيها، لأنه كتير من الممارسات اللي بنشوفها في الشارع المصري يعني بتهين المرأة بشكل أو بآخر، ولازم إحنا كشعب نبدأ إن إحنا نتكاتف إن إحنا ننتهي من هذه المشكلة. وطبعا مشكلة التحرش عندنا في مصر مشكلة كبيرة جدا مهمة، والمفروض التشريعات الجديدة يعني إن هي تقلل من التحرش، ولكن طبعا هي محتاجة مش بس تشريعات قانونية أو عقوبات، ولكن برضو محتاجة شوية حلول اقتصادية واجتماعية كمان نفسها. وعي اجتماعي. يعني زمان لما كنا نتفرج، فاكر ليالي الحلمية لما كان في شام سليم في الشارع بيعكس واحدة وحلقوا له شعره عزيره، ده كان حل اجتماعي. يعني لازم كل المجتمع يتكاتف ان هو يحمي المرأة. المرأة هي نص المجتمع، المرأة كان اساسي وفاعل جدا في المجتمع المصري، لازم ان هي تكون واخدة مكانتها. طبعا على صعيد المهن المرأة وصلت لكل المناصب، وده طبعا تكريم وتأكيد لدور المرأة في المجتمع، لكن دورنا دلوقتي كمجتمع ان احنا كمان ندفع بيها الى المقدمة ونحميها. بالظبط كده. ومش بس في اليوم العالمي، هو ده بداية، ولكن المفروض يبقى ده طول السنة، بل وعي متواصل في الجامعة، في المدرسة، في البيت، دول اهم ثلاث اماكن، في الاعلام طبعا، ان نقدر نغير بيه الشكل والفكر ونرجع الفكر بتاع مصريين الاصلي، يعني ده اصلنا. ولازم كمان ياسر من البدايه العنف ضد المراه من وهي صغيره. تلاقي البنت بتتضرب في البيت، البنت مثلا مامتها او باباها يقول لها قومي اعملي لاخوكي، لا لازم نبدا نديها مكانتها كمان جوه البيت، علشان بعد كده هي تطلع في المجتمع تحس بمكانتها وقيمتها في المجتمع، ولا تقبل الاهانه من اي حد، سواء حد في الشارع، سواء جوزها، سواء اخوها، سواء اي حد. لا لازم يعني نرسخ فيها قيمه الكرامه. صح كده. المهم ده بداية للحلقة النهاردة. النهاردة معانا فقرات مختلفة هنتكلم فيها دلوقتي في البرنامج. عندنا فقرة عن طبعا احنا كل اسبوع بنعمل نوع من المتابعة لتاريخ مصر واهمية تاريخنا، وازاي نعرف كتير عن تاريخ مصر، خاصة الفراعنة وتاريخ مصر القديم. النهاردة هنتكلم عن السراديب المصرية للملك رمسيس الثاني، وهتكون معانا ضيفتنا الدكتورة مونيكا حنا.
رمسيس الثاني بيعتبر من اهم ملوك مصر يعني على حسب ما قرينا في التاريخ. وفي نفس الوقت في اقاويل واساطير كتيره جدا اثيرت حوله، هنعرفها طبعا من خلال فقرتنا. عندنا فقره محلاك يا مصري، اول معجم باللغه الفارسيه، وده يعتبر مرجع كبير جدا للطلبه اللي بيدرسوا اللغه الفارسيه. والفقره الفنيه كالعاده معانا الفن النوبي، احنا بنحب الفن النوبي بنتابعه كتير، ومعانا كرم مراد الفنان كرم مراد احد ابناء النوبه، وهنسمع معاه اغاني نوبيه ان شاء الله في الحلقه دي. فقراتنا النهارده في 10 الصبح، هنطلع لفاصل ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم واول فقراتنا على الهواء.